عندما جعلت مشاهدينا جائحة كورونا أقنعة الوجه ضرورية كل يوم، اكتشفت شركة دونات روبوتكس اليابانية الناشئة فرصتها لابتكار كمامة ذكية مصممة لتسهيل التواصل والتباعد الاجتماعي. ويمكن لكمامة كي فيس سمارت نسخ الإملاء وتضخيم صوت مرتديها وترجمة الكلام إلى 8 لغات مختلفة وفق ما ذكرته شبكة CNN. لا تتوفر هذه التكنولوجيا الذكية الحماية أو لا توفر نعم هذه التكنولوجيا الذكية الحماية ضد فيروس كورونا، ولذلك جرى تصميمها لترتدى فوق الكمامة العادية، وهي مصنوعة من البلاستيك الأبيض والسيليكون. وتوضح الشركة أن التقنية تحتوي على ميكروفون مدمج يتصل بهاتفك الذكي عبر البلوتوث، ويمكنها أن تترجم بين اليابانية والصينية والكورية والفيتنامية، كذلك الأندونيسية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية.